عايزين نعمل فراخ مشوية على الفحم يا جماعة في أقل وقت ممكن، يعني بالتتبيلة والغسيل والتفتيح والشوي الوقت يبقى معانا ساعة إلا تلت بالكتير قوي. طيب هنعملها إزاي؟ نبدأ بالصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا معايا أنا بنقل الفراخ أهي من الصينية للشباك مع إن مفيش فحم، ومع ذلك هعملها زي الفحم بالظبط. طيب انا هنا سويت الفراخ في التتبيله بتاعتها في صينيه، اول مرحله سويت الفراخ في الصينيه بتاعتها بالتتبيله مع بصل وفلفل الوان، وبحطها زي ما حضراتكم شايفين كده اهو على الشباك وبقفل عليها، وباخدها لفين بقى؟ بوديها على الشوايه، على ظهر الشوايه بالظبط اهو. تمام، لاحظوا بقى الدخانه اللي قدام حضراتكم دي، انا هحط عليها حاجة دلوقتي. تعالوا كده، تعالوا معايا نشوف شكلها الاول وهي على على الشواية. شكل الخضار بقى الفلفل الالوان لو في احمر واصفر واخضر مع بعض، شوية بصل، طماطم صغيرة، يا سلام بتبقى الحكاية حلوة قوي. شايفين الرشة دي بقى؟ شايفين الحركة الحلوة دي؟ زبدة وعصير برتقان وشوية زيت زيتون بنرشهم كده على الفراخ عشان تدخن. هنا بقى بتاخد لون اللون الكويس اللي انا عايزه وريحة الفحم اهو. بنقلبها ونديلها كمان رشة زي دي كده بالظبط اهو. التتبيلة والبهارات والحاجات الحلوة دي طبعا انا عملت لها فيديوهات، ولو عايزين الخطوات بالتفصيل الفيديوهات موجودة على القناة. طبعا الفيديو بيعمل 10 دقايق ربع ساعة، فيه كل حاجة من الأول للآخر، ولكن هقول لحضراتكم في عجالة كده التتبيلة عشان الناس اللي بتشوفنا الأول مرة. لاحظوا بقى الرشة دي بعد ما قلبت الفراخ أهو، بدلها رشة زبدة كمان، يا سلام بقى لو في شوية كريمة كده مع تبقى حلوة قوي. طيب لما بنجيب خلاط طبعا لو عندنا فرخة واحدة بقى بنجيب 3 بصلات وسط وتلات طماطمات وبنضربهم في الخلاط كده مع فصين توم، وبنحط البهارات يا جماعة اللي معتادين عليها كلنا طبعا أساتذة في تتبيلة الفراخ، اللي هي عبارة عن ملح وكمون وشطة وكزبرة وكاري وفلفل أسمر وكل ده، وبهارات لحمة طبعا، ويا سلام بقى لو فيه رشة روزماري ومعلقة كاتشب ومعلقة مستردة مع ليمونة وزيت زيتون. كل ده يا جماعة التتبيلة بتاعت الفراخ. شايفين بقى ايه العبرة من الفيديو؟ ان حضراتكم تعملوا فراخ مشوية زي اللي على الفحم تماما اهو، وفي اقل وقت. اقل وقت يبقى نسويها في الصينية بالتتبيلة مباشرة بعد ما بنفتحها وبنغسلها بخل ودقيق وملح والأمون، بنطلعها من المية دي ونحطها في التتبيلة ونسوي مباشرة في الصينية وننقلها على شباك زي ما حضراتكم شفتوا كده. هنا بقى السرعة والطعم وريحة الفحم، شايفين شكلها عامل ازاي؟ اللي ادالها ريحة الفحم الزبدة اللي حطناها على الشباك والدخانة، وده اللون اهو يا جماعة. ولازم بقى البصل وفلفل الالوان ده بيدي طعم حلو قوي مع الفراخ. لو عايزين تشوفوا بقى التفاصيل بكل حركاتها وكل تكاتها عندنا اكتر من فيديو بيحكي هذا الكلام على القناة. شايفين اللحمة بقى بيسيب من العظم بسهولة، ولحمة الصدر دي سايبة جدا عشان خدت سواها المظبوط. بالله عليكم تعملوا لي لايك وتشاركوا الفيديو لو عجبكم. اشوفكم على خير، سلام عليكم.